الرسول لا يحلف به عليه الصلاة والسلام، الرسول لا يستغاث به، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذبح له ولا ينظر له ولا يتمسح بقبره ولا يتوسل به، إنما تتوسل بمحبتك للرسول وبإيمانك بالرسول. هذه كلمات أقولها أمام قبر النبي لنفسي ولعموم الأمة، فأسأل الله أن ينفع بها. والحافظ ابن حجر في المطالب العالية والبزار وأبو يعلى بسند صحيح أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: فاستبقت إلى شعري إلى شعرات من شعر ناصية رسول الله فجعلتها في قلنسوة لي، قال: فوالله ما دخلت معركة إلا رزقت النصر ببركة شعر رسول الله. فإذا هذا العمل من الصحابة الكرام ومن الأكابر رضوان الله عليهم يدل على جواز التبرك برسول الله. في كتاب عمدة القاري لبدر الدين العيني يروي بالسند أن سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه غسل قميصا للشافعي وشربه يستشفي به. وفي كتاب تاريخ بغداد أن الشافعي رضي الله عنه بإسناده إلى علي بن ميمون قال أن الشافعي قال: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إليه، أي إلى قبره، كل يوم زائرا، فإذا نزلت لي حاجة صليت ركعتين ودعوت الله عند قبره وسألت حاجتي فلا تبعد حتى تقضى. فهذا هؤلاء الأكابر. سيدنا أحمد بن حنبل روى عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان معه شعرات من شعر رسول الله يغمسها في الماء يستشفي بها، يشرب الماء ويضعها على عينيه ويقبلها ويصنع مثل ذلك كذلك في وعاء كان وصله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على جواز التبرك برسول الله وآثاره وقبره الشريف عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه من حديث داود بن أبي صالح قال: قدم مروان يوما فوجد رجلا قد وضع جبهته على قبر رسول الله، فقال له مروان بن الحكم: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب بوجهه، وما كان عرفه فعرفه، فأقبل عليه أبو أيوب بوجهه قال: نعم والله ما جئت الحجر ولكن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. وكذلك روى الإمام الطبراني عن حنظلة بن حزيم رضي الله عنه قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال جده لرسول الله قال له: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم وهذا أصغرهم. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى إليه بالشاة الوارم ضرعها ويؤتى إليه بالرجل الوارم وجهه فيمسى على موضع كف رسول الله ويمسى على الألم فيذهب. وكذلك في كتاب الحكايات المنثورة يروي الضياء المقدسي أن الحافظ عبد الغني المقدسي المشهور الحنبلي طلع له دمل في يده فأعياه أن يداويه فذهب إلى قبر سيدنا أحمد بن حنبل فمسحه فتعافى. وقد سئل الإمام أحمد رضي الله عنه كما في سؤالات عبد الله لابنه قال له: الرجل يمس بيده قبر النبي ويفعل مثل ذلك برمانته ومنبره يرجو البركة، قال أحمد: لا بأس بذلك. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن بعض أصحاب رسول الله أنهم كان إذا خلى لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعاء فمسحوها تبركا. وأختم بهذا الباب أن سيدنا البخاري رضي الله عنه في كتاب الأدب المفرد مما يدل على جواز التوسل برسول الله قال رضي الله عنه: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق السبيعي
عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه خدرت رجله، فقيل له اذكر أحب الخلق إليك، فقال يا محمد. قال فوالله كأنما نشطت من عقال. وروى ابن الأثير في كتاب الكامل بالتاريخ، وابن كثير في البداية والنهاية، والطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك، أن شعار الجيش في حروب الردة، وكان فيهم من هم من أكابر الصحابة، كتبوا على الرايات يا محمدا. فلو كان ذلك شرك مجرد نداء رسول الله لما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجزى الله تعالى خيرا من قال هذه القصيدة، أبدأها بقول بسم الله، هذه تلخص ما قد قلته، أبدأها بقول بسم الله، تنزه الرحمن عن أشباهي، وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي والنوال، ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنة، طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعونه، فإن رأيتم من أتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبعي، وقد أحل حرمة ضلالا من جهله أو حرم الحلال، قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شرك، إن اقتسام الشعر يا مماري، رواه مسلم كذا البخاري، وقسمة الأظفار أيضا تسند صحيحة كما رواها أحمد، وجبة النبي سل أسماء أما رأت بمائها الشفاء، هكا دليل من أبي أيوب يمس بالخد ثرى المحبوب، أنعم به ردا على من أنكر، جئت رسول الله ليس الحجر، فمسلم أولاه ما رواها صحيحة الإسناد عن مولاها، وأحمد روى الحديث الثاني رد الصحابي على مروان، وخالد للجيش في قلنسوة قال اطلبوا سبب ذاك ما هو، لأن في الطيات شعرات النبي، وذاك في اليرموك يروي البيهقي، ومسح أحمد لرأس حنظلة بكفه وداعيا بالخير له، من جاءه والوجه منه ورم، يعود بمسحة يعود وهو سالم، بركة النبي طاب عرفه موضع كفه فكيف كفه، الطبراني روى وأحمد مطولا عن الثقات يسند، وثابت قد كرر التقبيل يدا وعينا رأت الرسول، وأنس عن مثل ذاك ما زجر مجوزا روى أبوي على الأثر، يا إخوتي من فضله تبركوا، تمسكوا بهديه لا تتركوا، أجازه نبينا المعظم، ففتشوا عن ذيل من يحرم، فإنه أخو الجهول بالغباء، ومثله يأبى الكريم يصحبا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يثبتنا على السبيل والسنة، وأن ينفعنا برسول الله وبكلامه. اللهم إلهنا يا رحمن يا رحيم، إنا ندعوك في هذه الساعة لعلها تكون ساعة إجابة. اللهم يا رب العالمين، آتي كل الحاضرين سؤلهم ومرادهم من الخير يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، اجعلنا من عتقاء رمضان من النار. اللهم ربنا يا رحمن يا رحيم، آتنا سؤلنا وبلغنا مرادنا بجاه رسولك الكريم. اللهم يا رحمن يا رحيم، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ربنا ارزقنا العلم والفهم، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم ربنا احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم وسائر بلاد المسلمين، ووفق القائمين عليه إلهنا لما فيه خير وصلاح العباد يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الزاوية يا رب العالمين منارة خير لنشر علم أهل السنة والجماعة، ووفق القائمين عليها لما تحبه وترضى. اللهم إلهنا رب العالمين، دعوناك فاستجب لنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.